السلام عليكم ورحمه الله. اسامه النهارده نطرات مع شويه حامض نيتريك وعلى اخر الاسبوع ندي مره كلسه. انا زينب شوالي مهندسه زراعيه، هكلمكم النهارده ان شاء الله عن المعادله السماديه الكامله. اول الفيديو ده كان كلام اللي احنا كلنا شغالين بيه، بندي مره نطرات، ممكن مره مغنيسيوم، مره كالسيوم، مره فوسفوريك. هنشتغل شويه، احنا ما عندناش تسميد، فاحنا هنفضل ندي النبات كل يوم فوسفوريك وخلاص، وهي الدنيا ماشيه. اصل خلط الاسمده بيفسد بعضها، بتتعاملوا مع النبات على انه عيل صغير خايف تزود له مصروفه فتبوظه. مبدئيا كده النبات بيحتاج 16 عنصر سمادي، وبعد ما نرجع بتقول 17. في منهم 3 عناصر النبات بيستمدهم من الطبيعه، ربنا بيديها له بدون اي تدخل مننا في اي برنامج تسميد. الكربون والهيدروجين والاكسجين بيستمدهم النبات من المية والهواء بمساعدة الضوء عشان يعمل المكونات الكربوني او الهيكل الكربوني، بيبقى مية وهواء وضوء. طيب دول 3 عناصر من ضمن 16 عنصر. طيب خلينا نقول ان دولت هيبقى دليل الاثبات للمعادلة السمادية الكاملة. الناس اللي بتدي النهاردة مغنيسيوم وبكرة تدي نيتروجين وبعده تدي كالسيوم، انا عايز اسالكوا سؤال. هو لو النبات ده احنا منعنا عنه النهارده الضوء وادينا له ميه وهواء بس، قعدنا كده 3 4 ايام مانعين الضوء ومدينه ميه وهواء بس، هيبقى كويس؟ طيب بعد ما منعنا الضوء نديله الضوء بس نسحب منه الميه ونديله هواء وضوء بس، وبعد كده نمنع عنه الهواء ونديله ضوء وميه بس، هل النبات اللي هيتعرض لمشاكل الطبيعه دي هيبقى نبات سليم وهيمشي بشكل سريع زي النبات اللي بياخد العناصر دي مع بعض في وقت واحد؟ اكيد لا. وهو ده دليل الاثبات لل 13 عنصر الباقيين، ان الثلاث عناصر اللي ربنا بيديهم للنبات بدون تدخلنا بيديهم له في وقت واحد. ال 13 عنصر التانيين لازم على نفس القاعده ياخدهم في وقت واحد. باشمهندس، على فكره طول عمر اجدادنا وابائنا بيحطوا شكاره اليوريا النهارده والدنيا كانت بتبقى ماشيه عن كويس. فعلا انت عندك حق، ايام زمان ما عندهمش حاجه اسمها معادله سماديه كامله، بس عندهم ارض طينيه. الارض الطينيه تدعم نظريه المعادله السماديه الكامله. الارض الطينيه تحتفظ بكل العناصر وتديها للنبات وقت احتياجه ليها في وقت واحد. التوازن الكهربي ما بين الشحنات التربه بتقدر تعمله، انه التربه يبقى فيها مجموعه من الشحنات بشكل متوازن، السالب قد الموجب، فالنبات بياخد احتياجاته بشكل متوازن. الارض الطينيه بتعمله، لكن احنا في ارض رمليه، الارض الرمليه ما بتعملش ده. الارض الرمليه محتاجه كل العناصر ياخدها النبات في يوم واحد، لانها مش هتحتفظ لك بحاجه. اللي انت هتزمده النبات هيمتصه. طب لو انت النهارده اديت شكاره يوريا، شكاره اليوريا دي كلها هتبقى شحنه موجبه. الكون بيقول ان السالب لازم يبقى قد الموجب عشان يبقى فيه توازن. الكون دايما لازم يبقى في حاله توازن، والكون كله عباره عن شحنات سالب وموجب. النبات بيعتمد في الامتصاص على الشحنات. لازم لما يدخل جوه الخليه السماد جوه الخليه يبقى السالب قد الموجب عشان يبقى في حاله توازن. طب لو حضرتك اديت كل السماد شحنه موجبه، السالب هنجيب سالب منين؟ يبقى هيضطر النبات ياخد شحنات موجبه على قد السالب اللي موجود فيه بس. طب والموجب الزياده اللي انت ضايفه ده، احنا حاطين له شكارتين يوريا، مالناش دعوه، ده مش شغل النبات. النبات طالب 20 شحنة موجبة عشان انا عندي 20 شحنة سالبة مثلا، وبالتالي انت ضايف 100 شحنة موجبة، ده شغلك انت مش شغل النبات. دي قصة من ضمن اسباب المعادلة السمادية الكاملة، ان هي بتؤمن التوازن الكهربي، ان النبات بياخد السالب والموجب في وقت واحد من العناصر اللي هو محتاجها عشان يعمل عملية توازن. بحاول ابسط، فاعذروني لو اضطريت ادخل في حتة كده. يعني الحاجة التانية، حضرتك لو شغال مقاول وبتبني عمارة، فما ينفعش النهاردة يجيلك الحديد وكمان اسبوع يجيلك الطوب وبعدها باسبوع يجيلك المية وبعدها باسبوع يجيلك الرملة، طب مش هتخلص. النبات النهاردة عايز يعمل بناء ضوئي وعاوز يبني بروتين، فسيادتك اديته نيتروجين بس ما اخدش مغنيسيوم. طب الكلوروفيل ده محتاج مغنيسيوم لان هي الذرة المركزية في الكلوروفيل، معلش والله المغنيسيوم جاي لنا كمان اسبوع. طيب يا جماعه عايزين شويه بكتات كالسيوم عشان الخلايا اللي بتتكون دي محتاجين لها جدر، والله معلش هو الكالسيوم بيجي يوم الجمعه، ما
معلش لسه معاده ما جاش. طب يا جماعة البوتاسيوم مش عارفين ندخله ومحتاجين نعمل نواقل بروتينية تعديه، الكالسيوم هو اللي بيبعد الإشارات لمركز النبات. والله احنا قلنا لكم يا جماعة الكالسيوم بيجي من الجمعة، ما دام عفاف بتفطر، معلش ما تاخذناش يعني، معلش احنا نظام بيروقراطي في التسميد، احنا ما عندناش اي تطوير يعني، معلش اتحملوا بيروقراطيتنا يعني. ده بالظبط اللي بيحصل في النبات لو سيادتك اديت العناصر فرادة، بيشتغل وبيمشي بس على مهله، على قد شغل مدام عفاف. لكن النهارده العالم بره مش شغال بالطريقه دي. احدث نظام تسميد في العالم النهارده هو المعادله السماديه الكامله، انك لو بتزرع في ارض رمليه زي اللي احنا واقفين فيها دلوقتي التربه ما بتحتفظش بالعناصر، فانت لازم تدي للنبات كل وجبه سماديه كل العناصر اللي هو محتاجها، والا سيادتك يبقى السماد اللي انت بتديه النبات بياخد منه يا دوبك على قد ما هيعمل توازن، وهيبقى في بعض الوظائف عنده ناقصة، وسيادتك الزيادة اللي انت ضفتها هتترمي هتتغسل، التربة دي ما بتحتفظش. اما التربة الطينية دي ملناش دعوة بيها، الكلام المعادلة السمادية الكاملة يخص الاراضي الجديدة، اما الاراضي الطينية فانت كل اللي مطلوب منك انك تحط الخدمة صح، بنحط ملح في الخدمة وبنحط بوتاسيوم في الخدمة وكالسيوم ومغنيسيوم، والارض بتدينا مرة واتنين اللي عندها سعة تبادلية كبيرة بتحتفظ بالعناصر، بس مع الوقت الاراضي اللي ما بتضاف لهاش خدمة تاني بيبدأ تفتقر، نقول لك ارض جعانة، فنرجع تاني نحط لها خدمة كويسة مع السباخ البلدي او مع غيره عشان ترجع تاني لطبيعتها كأم، هي دي التربة الام، تشبه الرضاعة الطبيعي غير الصناعي. انت محتاج تدي لكل طفل العناصر اللي هو محتاجها، لان مفيش الطبيعة اللي ربنا خلقها غايبة. اما الارض الطينية الامر معاها يختلف. طيب يا باشمهندس احنا عندنا مشكلة صغيرة في اللي انت بتقوليه ده، الخلط. هخلط ازاي الفوسفوريك مع الكالسيوم؟ ده كل مهندسين الارض قالوا ان الفوسفور ما يتخلطش مع الكالسيوم. انا هقول لكم على حاجة، هات حامض فوسفوريك واخلطه مع كالسيوم وحامض النيتريك، انت كده كده بتدوب الكالسيوم مع حامض نيتريك، لو رصب صور الفيديو وبعته لنا، لو ده حصل ورصب معاك ابعت لنا الفيديو. يا جماعه خلط الاسمده احنا اتكلمنا فيه كتير، وفي فيديوهات، يا ريت في فيديو عن خلط الفوسفور والكالسيوم لان ده اكتر حاجه فيها مشكله، خلط الفوسفور والكالسيوم احنا عاملين فيديو وعاملين يعني تجربه عمليه، مفيش اي مشكله خالص من خلطهم طالما هتحافظ على حموضه المحلول. لو المحلول بقى قلوي هيحصل ترسيب، لو انت محافظ على حموضه المحلول باضافه الحامض الفوسفوريك او النيتريك ما تخافش، اي مصدر فوسفور من مصدر غير حامضي ومفيش حمضيه في المحلول هيرسب. وعشان كده احنا لما بنيجي نعمل برنامج التسميد بنستخدم حامض الفوسفوريك، هي دي امن مصدر للفوسفور ما يرسبش، او احاول احافظ على الحمضيه البي اتش بتاع المحلول احط حامض نيتريك. طول ما الحامض موجود طول ما الكالسيوم في امان، مش هيحصل له اي تفاعل مع الفوسفور. عندنا مشكله تانية، اضافه الكالسيوم مع اسمده الكبريتات، كبريتات بوتاسيوم كبريتات مغنيسيوم، هتعمل كبريتات كالسيوم يا باشمهندسة، ودي معلش يعني دي ما فيهاش تجارب، كبريتات كالسيوم شحيحه الذوبان، عندك حق. وعشان كده اغلب انظمه التسميد الحديثه، انظمه التسميد الكبيره، بتلاقي عامل سماده A وسماده B وسماده C، عشان كل سماده بيتحط فيها مجموعه سماديه متوافقه مع بعضها. يعني انت عايزانا نعمل اعمل سمادتين، سماده حط فيها كل اسمده السلفات وسماده حط فيها كل اسمده النترات، ايه مشكلتك يعني؟ بما ان ده اللي هيديك النتيجه الاحسن والاسرع، صوت يا ريت يا جماعه نحسن من الذوق الفني في الزراعه، وما نبقاش عملنا زي اللي بيشربوا الشاي ابو نشاره، لما بقى من غير نشاره بقى بالنسبه لهم مضروب. اصل الزراعه هي النبات ياخد كل العناصر بتاعته في وقت واحد عشان ناخد معدل الريتم او معدل نمو سريع، هو ده الطبيعي وهو ده الاصل، ما هواش هرمونات ولا هو يوريا زياده ولا هو منظمات نمو، هو ده الاصل اللي لازم نتعود عليه. شكرا ليكم.